رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ ايمن محمد المحلل الرياضي في موقع يلا كوره. يا مساء الفل عليك، منورنا كالعاده في كلام في الميديا. مساء النور يا شيماء، واهلا بيكي واهلا بكل الساده المشاهدين. كده نتكلم عن لقاء امبارح، اللقاء اللي انتهى بخمس اهداف نظيفه قصاد سيمبا تنزاني في ثالث مباراه في دور المجموعات، في مجموعتنا المجموعه الرابعه، لكن بتضم النادي الاهلي، سيمبا التنزاني، شبيبه الثوره الجزائري، وفيتا كلاب الكونغولي. شفت لقاء امبارح ازاي؟ المباراه كانت سريعه جدا. طبعا مبروك الاول للنادي الاهلي والجماهير ومجلس الاداره والجهاز الفني، تصدر المجموعه ماشي بخطوات ثابته، لكن المباراه كانت سريعه جدا خصوصا الشوط الاول. كان في قائد صيني عظيم اسمه سون تزو. سون تزو ده قال في كتابه فن الحرب الشهير في سنه 2500 قبل الميلاد، افضل الحروب هي الحروب السريعه. فالحروب الطويله تستنزف المنتصر كما تستنزف المهزوم. عشان كده مارتن لاسارتي بيقدم او مؤمن دايما بالفكره ديت في كل مبارياته اللي فاتت، وظهر ده بشكل عالي جدا 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 في مباراه الامس. عايز يخلص دايما اللقاء المباراة من بدري. ودي كانت ميزه الاهلي في الجيل العظيم بتاع السبعينات والثمانينات والتسعينات وبدايه الالفيه، انك دايما كنت بتحاول تكسب او تجيب جون في اول ربع ساعه. الموضوع تطور دلوقتي ان مارتن لاسارتي بيجيب الاجوان مبكرا، يمكن حتى قبل اول 10 دقائق. الانتصارات او الهدف المبكر اللي بيجيبه الاهلي دايما بيتيح له فرصه انه يحاول طول الوقت يحاول يتحكم في المباراه. صحيح. من خلال بعض التكتيكات اللي كانت موجوده في مباراه الامس اللي نقدر نستعرضها بالتفصيل اثناء الحلقه، لكن اللي لفت نظري ان مارتن لاسارتي مستمر على اداره الكوتشنج، او الكوتشنج بتاعه هايل ممتاز طول المباراه اللي فاتت، باستثناء بعض الحاجات البسيطه اللي ممكن برضو نبقى نتعرض لها في مباراه شبيبه الثوره اللي كانت موجوده في الجزائر. لكن مارتن طول الوقت هو واعي، عارف هو بيعمل ايه، محرك المباراه بشكل متميز، عارف هو في الوقت الفلاني هيغير اجاييه عشان خاطر هو محتاج يرتاح. صح. عارف ان احنا امبارح علي معلول، غير ان هو عنده انذار قبل كده وممكن يغيب في مباراه سيمبا في تنزانيا، هو محتاج ان علي معلول يريح. صحيح. ومحتاج ان علي معلول ده ماتش يوم الثلاثاء اللي جاي قصاد انفيلد. طبعا عندك ماتش قدام الانبي، ده بتكلم كمان على المحل، لكن بتكلم كمان على حتى الانذارات، على مستوى الانذارات انت. صحيح. محتاج اللعيبه اللي عندك ما تفقدهاش بسبب الاصابات ويبقى سبب الانذارات كمان. فانت ريحت اللعيب، عملت ضربت عصفورين بحجر لما ريحت علي معلول، ريحت محمد هاني، نزلت طبعا رامي ربيعه ومحمود وحيد اول الصفقتين الاخيرتين المقيدين في افريقيا في مع النادي الاهلي. كل ده ادالك امتيازات، مش مجرد بس نصر سريع في المباراه الممتعه جدا. أكيد. جدا جدا اللي الاهلي قام بيها امبارح. يعني من وجهه نظرك ان دايما الاهداف المبكره بتربك دايما المنافس، فبتخلي فرصتنا احنا اكبر بكتير ان احنا نعزز الهدف ده بهدف اخر وهدف اخر وهدف اخر. اكيد طبعا، لان انت وانت نازل دايما بيبقى الريتم او اللعيبه مش بتعرف التمركزات بتاعتها، وبتبقى ممكن ما تبقاش واعيه قوي في بدايه المباراه، لسه في استهتار، لسه في الاجواء التسخين، لسه انا ما عرفتش مين اللي هيلعب قدامي. كمان ساعد ده ان مارتن لاسارتي بدا امبارح بتشكيل مختلف وبخطه لعبه مختلفه. كانت الناس بتتكلم مين اللي هيعوض رمضان صبحي، هل هيلعب بالشكل التقليدي اللي هو 4-2-3-1 ولا هيعمل شكل تاني. حتى لما التشكيل نزل في ارض الملعب في بعض الناس قالت ممكن نخلي كريم نيدفيد كجناح معوض او مقابل لحسين الشحات في وجود ناصر ماهر، واللعب او الاعتماد دايما على 4-2-3-1 التقليديه. لكن الحقيقه زي ما انا قلت وذكرت هنا في البرنامج من عده حلقات، ان مارتن لاسارتي بيهمه اكتر التنظيم اكتر ما الشكل الاساسي او الفورميشن اللي احنا نتكلم عليه في علم التدريب. بيهمه اكتر الاورجنايزيشن، فدايما عنده افكار مختلفه وافكار متجدده. هو شاف امبارح ان سيمبا التنزاني مميز جدا في عمليه الضغط، برغم ان هو لقى هزيمه قدام فيتا كلاب، فعمل حاجه كده ظريفه جدا انه خلى سيمبا التنزاني وانت بتحاول تضغط عليا بطريقه 4-4-2 ان انا بنزل هشام محمد ما بين قلبين الدفاع اللي هو سعد سمير وايمن اشرف. لو الصوره الاولانيه موجوده معانا او واضحه هتبتدي نوضح للساده المشاهدين اللي حصل بالظبط واحده واحده في مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. دي الصوره الاولانيه، احنا هنا عندنا اللايت الابيض دوت على اقصى اطراف اليسار للملعب، هنلاقي ده علي معلول بيتحرك بيتحول الى جناح ايسر. هنا هشام محمد بيستلم الكوره وعلى شماله ايمن اشرف مديله في جاب كبير جدا لهشام، عفوا لايمن اشرف، ان هو ممكن يستلم الكوره ويبتدي يصنع عمليه اللعب. ولو لاحظنا كمان عشان نقدر نقول هل ده شغل مدرب ولا مجرد حادث فردي، لا، احنا شايفين ان عمرو السوليه اللي هو بيرتكز ما بين ثنائي الارتكاز او ما بين ثنائي الوسط في مازيمبي في سيمبا
في جهة اليمين بتاعت سيمبا، هتلاقيه بيقول له شاور، بيقول له شاور، بيقول له روح لأيمن أشرف عشان خاطر يمرر الكرة في الوقت ده. كمان في حاجة تانية مهمة جدا، الموضوع مش تحركات بس في قلب أو في الجزء اللي فيه الكرة، لا، في كمان تحرك من ناصر ماهر اللي هو قريب جدا من الحكم، اللي هو بيتقدم لقدام. بيتقدم لقدام ليه؟ عشان خاطر هو متحرك من مركز الجناح الأيسر لعمق الملعب، يبقى قدام الباك اليمين لفريق سيمبا التنزاني حاجة من الاثنين، يا إما هيروح لناصر ماهر فبالتالي تبقى المساحة فاضية جدا لعلي معلول، أو إن هو يسيبه ويبتدي علي معلول يتحرك عكس اتجاه الكرة، لأن احنا بنتكلم إن عكس اتجاه حركة اللاعبين، عفوا، يعني لعيبة سيمبا بتنزل لتحت وفي نفس الوقت علي معلول بيحاول إن هو يتحرك لقدام عشان خاطر يستلم الكرة. ده كانت بداية الضربة الركنية أو بداية الهجمة اللي ظهر فيها الأهلي، وده واضح فيه شكل التكتيك اللي أنا هستخدمه النهاردة. أنا النهاردة هبتدي، أنت لو بتضغط عليا باتنين ثنائي هجومي في منطقة أو في منطقة البناء بتاعتي، أنا هبتدي أسقط أو أنزل هشام محمد عشان خاطر يعمل فكرة 3+7 دي اللي معروفة في أمريكا الجنوبية أو حتى موجودة دلوقتي في علم كرة القدم بشكل كبير جدا. طيب نيجي نشوف بقى للكرة الجميلة جدا اللي اتعملت في الركلة الركنية واللي بسببها راح مارتن لسارتي عشان خاطر يهني المساعد بتاعه. نشوف بقى الركلة الركنية في الصورة الثانية، هنشوف التحرك أو حاجة مهمة جدا جدا برضو قال عليها سون تزو في كتابه فن الحرب. قال إيه بقى سون تزو؟ قال الاحتفاظ بجاسوس داخل صفوف العدو يساوي جيشا بأكمله. الاحتفاظ بجاسوس داخل صفوف العدو يساوي جيشا بأكمله. هنا حسين الشحات احنا بنتكلم على في 4 وفي 1 على خط المرمى، في 5 من قلب منطقة الستة ياردة بالإضافة للحارس، في 6، يعني تقريبا كده انت قافل المنطقة، تقريبا مفيش أي نوع من أنواع الفرص أنك أنت ممكن تتعمل كرة طويلة أو كرة مؤثرة في قلب منطقة الجزاء. حسين كان كمان جاي من أقصى الجانب اليمين وابتدى يتحرك بسرعة عشان خاطر يستلم الكرة قدام علي معلول. لما بيجي يستلم الكرة، لما احنا هنيجي نشوف في قدام خصوصا ان مفيش حد على حدود منطقة الجزاء، هنلاقي ان في حسين الشحات وهو بيتحرك بيستلم الكرة في ابتدت العدد بتاع سيمبا التنزاني يتحرك معاه للخارج، وبالتالي هيفضي المساحة اكتر في نص في وسط منطقة الستة يارد. كمان في 3 لعيبة من النادي الاهلي على حدود منطقة الجزاء او على حدود منطقة الستة، في 2 منهم هيتحركوا جهة المرمى عشان خاطر ياخدوا عينين مدافعي سيمبا التنزاني، وبالتالي الكرة تصل بسهوله الى عمرو السوليه. ده تكتيك خداعي كان مهم جدا جدا جدا، وابرز لنا ازاي اهميه الكرات الثابته والضربات الثابته بشكل مختلف وشكل جديد كنا مفتقدينه في الاهلي في الفتره الاخيره. ده كان الهدف الاول. طيب انا بعد الهدف الاول ايه اللي بيحصل؟ دايما بيقول لك ايه برضو في الكتاب الجميل ده اللي هو كتاب فن الحرب، كان بيقول لك ايه؟ تظاهر بالقوه عندما تكون ضعيفا. لو احنا بصينا في تفاصيل كده في قلب المباراه، هنلاقي ان حارس سيمبا التنزاني بعد الجون الاول بيهدي اللعيبه بتاعته، بيهدي زملائه، اهدوا احنا لسه بدري، برغم ان هم لسه شايلين 5 قدام فيتا كلاب، لكن واضح ان رقم 5 عنده مشكله معاه بالظبط، لكن هو كان بيحاول ان هو يدي ثقه لزملائه. فانت لما انت بتلاقي الفريق اللي قدامك بيحاول ان هو يتمالك نفسه ان انا لا انا مش هيقدر يدخل فيا هدف ثاني او هدف ثالث، فببتدي شويه شويه اهدي اللعب وابتدي اسيطر على الملعب شويه شويه. ده حصل حوالي 16 او 17 دقيقه، الاهلي كان بيلعب بنفس السيستم اللي هو انت بتنزل كهشام محمد ما بين ثنائي قلب الدفاع وبتبتدي تحاول تمرر الكره يمين وشمال، وكان بيصاحب ده بعض التحركات في وسط الملعب. لكن كمان سون تزو قال ايه؟ قال لا تكرر الخداع الذي فزت به مرتين متتاليتين. فانت ما ينفعش انك انت خلاص، انا دلوقتي انا عرفت ان هشام محمد هياخد الكوره هيستنى لما غايه ايمن اشرف او سعد سمير تتواجد له المساحه عشان خاطر يبتدي يمرر الكوره. طيب احنا تعالوا نغير التكتيك بتاعنا ونلعب لعبه جديده ونعمل جيم جديد قدام سيمبا التنزاني. طيب نعمل ايه يا لاسارتي؟ طيب تعالى احنا بنلعب 4-3-3 في الاساس. طيب هخلي نيدفيد يجي يتبادل الكرات مع هشام محمد عشان خاطر استخلص او اخرج من الضغط الثنائي الخاص بنادي سيمبا التنزاني. نشوفها في الصوره رقم 3، هنلاقيها واضحه جدا. هنا هنلاقي الهايلايتس موجوده على ثنائي هجوم سيمبا التنزاني اللي بيحاول كان دايما يضغط. هنا هنشوف هشام محمد كان قبل كده بيتواجد ما بين قلبين الدفاع، لا هنا هو متواجد في عمق الملعب. ده كان بسبب الكره، ده كان بسبب ايه؟ كان بسبب هروب كريم نيدفيد من منطقة الوسط اللي كان موجود عليها الهايلايتس الثالث اللي هو مكان حسين الشحات، هو تراجع للمنطقة ديت عشان خاطر يعمل معاه تبادل للكرات، وبالتالي أنا خرجت 2 بقى قصاد 2، وبالتالي أنا بقى عندي زيادة عددية في وسط الملعب، وعشان خاطر ما فضيش المساحة الخاصة بعمق الملعب وأفضل دايما مسيطر عليها من خلال وجود تواجد السولية وناصر ماهر وحسين الشحات اللي قام بدور كريم نيدفيد في عملية ملء وسط الملعب. في نفس الوقت علي معلول ومحمد هاني احنا زي ما احنا شايفينهم فاتحين دايما على أطراف الملعب.
ده كان التكتيك الثاني او الجزء الثاني او الخدعه الثانيه اللي استخدمها مارتن نصارتي في شن عمليه الهجوم. هنا بقى بنتكلم بقى على القدرات الفرديه في الصوره رقم 4. الصوره رقم 4 لما الكره وصلت على حدود منطقه الجزاء، دايما احنا كنا بنتكلم على جونيور اجاييه، وفي ناس كانت بتتكلم على وليد ازارو، وانا من الناس المقتنع جدا جدا بجونيور اجاييه في مركز راس الحربه او مركز المهاجم. هو مش بس بيتحرك في المكان الفاضي، احنا لو شفنا في بدايه الهجمه هنلاقي ان اجاييه كان موجود مع قلب الدفاع، هو هنا موجود عند الظهير الايمن لنادي سامبا التنزاني. ده في الكره يعمل ايه؟ ده كده انا كده بخلي قلب الدفاع بدون دور واضح، بكده بس فضي المساحه لعلي معلول اللي هو جاي من ورا، يا اما لازم يلتزم الجناح العكسي لنادي سامبا التنزاني عشان خاطر يقدر يوصل معاه لعمق منطقه الجزاء. لكن هنا الكره لما توصل لاجاييه هيستلم الكره، وهنشوف كمان بقى الظهير الايسر الظهير الايمن لنادي سامبا التنزاني في الصوره اللي بعديها بقى موجود فين. هنا الظهير الايمن لظهير سامبا زي ما بنقول كده في مهب الريح، الكرة استلمتها، وكمان أجاييه استلم الكرة اللي ناصر ماهر اللي عمل الزيادة في عمق الملعب أو على حدود منطقة الجزاء لعلي معلول المنطلق من الخلف. فكده أنت عملت تكتيك مختلف برضو، أنت كده أنت كأجاييه نجحت التكتيك ده بفضل تحركاتك الذكية. أنت مش وقفت، يعني أي واحد طبيعي كان هيحاول يدخل ما بين قلبين الدفاع في الصورة اللي فاتت عشان خاطر يحاول ياخد الكرة عرضية، لكن أنت دخلت أو أنت رحت اتطرفت على الآخر اخر مدافع عشان خاطر تفضي المساحه لزميلك، وده اللي ظهر بشكل كبير جدا في الهدف الثالث. طبعا احنا او في الهدف الثاني، طبعا احنا كده بنتكلم على الهدف الثاني، ابتدى بقى سيمبا التنزاني لا يشعر بنوع صحيح. من انواع لا في مشكله احنا كده بنتغلب واحد والثاني كده ممكن يتكرر سيناريو فيتا كلاب. طيب كان الحل ايه؟ ابتدى بدل ما كان بيلعب بالراحه لا ابتدى يندفع، ابتدى ما يبقاش متمركز بشكل جيد، ابتدى يلعب كرات طويله، فحصل حاجه مهمه جدا. كان في عشوائيه كان في عشوائيه سيمبا التنزاني، وده يمكن اللي سهل في دخول الثلاث اجوار اللي بعد كده. اكيد، بس كمان كان في حاجه مهمه، يعني العشوائيه لوحديها يا شيما لو الاهلي بيلعب بدون تدريبات بدنيه قويه جدا 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 كان الجون الثالث دوت ما جاش. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اهم حاجه في كره القدم هي مرحله التحولات. الكره بتاعت الهدف الثالث ديت مرت بثلاث تحولات، كانت هجمه الاول لنادي سيمبا التنزاني قطعها محمد هاني، ابتدت تتحول لناصر ماهر اتقطعت منه، راح عليها اجاييه ومع كريم نيدفيد، وبعد كده اجاييه لغايه ما عرف يستخلص الكره وابتدى يوصلها لحسين الشحات على اقصى الطرف اليمين. طيب دلوقتي احنا بنشوف في الصوره رقم 4 ان حسين الشحات موجود متمركز حواليه مجموعه من اللعيبه، واجاييه وحيد تماما، مفيش اي نوع من انواع الركاب. ده يوضح لك قد ايه سوء التمركز اللي في سيمبا التنزاني، وكمان بيوضح لك ان القوه البدنيه اللي زادت جدا عند النادي الاهلي او عند لعيبه النادي الاهلي في الاستخلاص وفي الركض وفي استرجاع الكره بسرعه وحتى تحكمهم في الكره برغم قله عددهم، ده ممكن يشكل خطوره، وده اللي واضح في الصوره اللي بعد كده. بنتكلم كمان بقى على تحركات جونيور اجاييه، الكره طبعا وصلت في الاخر لعلي معلول. اجاييه الشكل الطبيعي بتاع اي مهاجم ان هو يحاول يقول له العب لي الكره على البعيد او لو انا هلعب الكره على القريبه. ازاي التحركات الخداعيه بقى بتاعه جونيور اجاييه ممكن تفيد الاهلي في مركز راس الحربه، وده اللي الاهلي كان مفتقده الحقيقه في الفتره اللي فاتت، سواء في وجود مروان او ازارو مع كامل احترام ليهم كلهم ليهم مميزات، لكن اجاييه بالذات في ظل السيستم او الفكره بتاعه الاهلي ان هو دايما بيحب يلعب كوره وان هو حريف بمعنى الكلمة، بيقدر يتناقل الكرة بسهولة مع زملائه خصوصا مع ناصر ماهر ومجموعة المهارات اللي انضمت للأهلي في يناير الماضي، أتاح ده لأجاييه وأتاح للأهلي أنه يبقى عنده زيادة عددية. في وقت من الأوقات أجاييه بيحاول يرجع في وسط الملعب فبيشكل دور زائد زي ما كان بيعمل مثلا بوبي فيرمينو مع ليفربول الفترات اللي فاتت قبل ما يبدل مركزه مع محمد صلاح، وفي وقت بتجده في مركز الراس الحربة زي ما احنا هنشوف في الصورة ديت. هنا تحركات جونيور اجاييه الخداعيه كانت في منتهى الروعه. هنا في الصوره على اليمين هو بيحاول يرجع للورا عشان خاطر يسرق نظر المدافع، مش بس يسرق نظر المدافع لا كمان بيحاول بعد ما بتسرق نظر المدافع وبتشتت تركيزه انت خلقت المساحه الكافيه لانك انت تاخد الكوره وتستلمها وتحطها بوش رجلك في الزاويه اليمين. كان هدف رائع جدا جدا وبعتبره من اجمل اهداف المباراه كناحيه تحرك كناحيه ناحيه جماعيه كناحيه بدنيه كمان. بصراحه كان هدف انا شايفه اللي هو الامتع بالنسبه للاهلي في المرحله ديت. طبعا اطرق الحديد وهو ساخن، دي حكمه طبعا عربيه معروفه ملهاش علاقه بسون تزو. فالاهلي استغل النقطه ديت في ان هو يجيب الرابع والخامس. برده كان في عندنا جونيور اجاييه كان ليه دور مهم جدا في ان هو بيستلم الكوره بيبقى زائد في لاعب في خط النص، ولما بيجي ينطلق طبعا خلاص انا شفت كدفاع قدرات جونيور اجاييه فابتدي اركز عليه، فتيجي بقى الفرصه الجامده جدا او التكتيك الذكي اللي قام بيه مارتن نصارتي في انك انت ازاي تستخدم كريم نيدفيد كلاعب
بيزيد جوه منطقه الجزاء. ده حصل قبل كده في مباراه فيتا كلاب ومنه قتل الاهلي او حصل الاهلي على ضربه الجزاء حصل قدام شبيبه الثوره والاهلي استطاع التعادل مع عن طريق كريم نيدفيد. وكمان كريم نيدفيد في الصوره رقم او في الجزء اليمين انطلق في عمق الدفاعات وكان جونيور اجاي كان التركيز كله على جونيور اجاي وكمان بالظبط كده. وكان في الصوره ده كان في الصوره اللي على اليمين الهايلايتس طبعا موجوده على كريم نيدفيد في اللقطتين. في الصوره اللي بعديها اللي على الشمال كان اجاي حتى تمركز اجاي او الوضع التشريحي بتاع اجاي بيقول ان انا مش هستلم الكره انا بحاول اعطل انا بحاول اضحك على اللعيب. اجاي فاتح رجله تقريبا بزاويه 180 درجه يعني هو استحاله هيستلم الكره في هذا الوضع لكن انا باخد نظر المدافع بحاول اطلع خط الدفاع لي بعيد عن منطقه الجزاء عشان اسيب فرصه لكريم نيدفيد اللي بيخترق من العمق. وطبعا كان الاسيست الممتاز والرائع من حسين الشحات في المساحه الخاليه. طبعا حسين الشحات في الهدف الرابع وفي الهدف الخامس كان ليه نصيب الاسد في انك انت تقدر تسيطر على الكره تتحرك بذكاء وتلعب الكره بدقه وده اللي كان بيحتاجه الاهلي من اجنحته في الفتره الماضيه بالاضافه الى طبعا كره الهدف الاول اللي احنا قلنا عليه ان هو اللي هو الجاسوس اللي انطلق من قلب صفوف العداوه عشان خاطر ياخد الكره ويحاول يوصلها بامان لمنطقه الجزاء او من ثم التسجيل. صحيح. طيب خلينا نروح للشوط الثاني. ايه سبب عدم تهديف النادي الاهلي او عدم احراز النادي الاهلي الاهداف في الشوط الثاني؟ هل فعلا بعد ما سمعنا تصريحات مارتين لاسارتي وكابتن سيد عبد الحفيظ ان احنا ما كناش عايزين نجد اللعيبه اكتر من كده خلاص احنا وصلنا للثلاث نقط اللي احنا محتاجينهم من البطوله ودور المجموعات ده مش محتاجين منه غير بس النقاط وعندنا بطوله او عندنا مباراه يوم الثلاثاء القادم قصاد انبي وحاولنا ان احنا نريح كل اللعيبه او العناصر المهمه؟ في نقطتين. النقطة الأولانية كلامهم ينطبق ويكون صحيح تماما ورفع لهم القبعة لو كان الكلام ده منطبق بس على مباراة الأمس اللي هي مباراة سيمبا وإنك أنت فايز في الشوط الأولاني 5-0 نتيجة كبيرة جدا وصعب صعب صعب جدا تعوضها. لكن في حاجة كمان مع تواضع مستوى تواضع المنافس أو أنت أظهرته بشكل متواضع بسبب قوتك وبسبب التكتيك اللي أنت بتستخدمه. لكن كمان النتيجة دي أو الفكرة ديت ما تنفعش مع الأهلي لو متقدم مثلا في الدوري أو في أفريقيا بنتيجة فرق واحد بس زي ما حصل في مباراة وادي دجلة ولا حتى اتنين. فالمفترض انك انت في الشوط الثاني انا مش ممكن ما اجهدش اللعيبه بتقسيم المباراه او بتقسيم الشوط الثاني ثلاث مراحل. المرحله الاولانيه انا بطلع من ما بين الشوطين دايما ببقى عندي راحه اللي هي ربع ساعه. انا ممكن ازود الراحه للاعبتي بدل ربع ساعه هخليها نص ساعه. ازاي؟ بان انا اسيب الكره للمنافس بتاعي في نص ملعبه هو لمده 15 دقيقه، مش هحاول افكر في عمليه التحولات ان انا اول ما اقطع الكره اعمل تحولات سريعه من الدفاع للهجوم عشان خاطر ادخل مباراه، فانا بسيب لنفسي ربع ساعه، بعد كده ببتدي احول في الربع ساعه الاخير او الربع ساعه الثاني من الشوط الثاني ببتدي اعمل بقى عمليه التحولات، انا كده ارتحت خدت ربع ساعه اكسترا تايم بالنسبه للراحه بالنسبه لي، ببتدي اعمل عمليه التحولات في الوقت اللي المنافس فيه ابتدى تركيزه يقل او تعليمات المدير الفني ما تبقاش موجوده في عقله بشكل كبير. فالجزء الثالث من المباراه ده بيبقى الجزء اللي بينهار فيه الفريق بدنيا او بيقل فيه الفريق مجهوده بدنيا بشكل كبير، وبالتالي انت بتحاول توسع مساحات الملعب، بتحاول تخلي الارتكازات بتاعتك موجوده في العمق لكن الظهرين الجنب بيوسعوا مساحات الملعب عشان خاطر تقدر طول الوقت تقدر تمرر الكره وتجد المنافس بان هو اللي يجري اكتر من الكره وانت الكره دايما بتبقى موجوده معاك. لكن انا متفق معاهم امبارح ان هو لما يجي يقدم هذا الاداء في الشوط الاول وهذه النتيجه في الشوط الاول ما فيش ما يمنع خالص انك انت تموت المباراه حتى ال 45 دقيقه دون ما تشكل خطوره. كمان الاستفاده من التغييرات هي المهمه اكيد. يعني انا لما اجي اطلع علي معلول زي ما قلنا في بدايه الحلقه ولما اطلع محمد هاني علي معلول من ساعه ما راجع من الاصابه وهو بيلعب من مباراه بيراميدز بشكل متتالي تقريبا لعب كل الدقائق وبالتالي هو كان محتاج جدا فتره الراحه كمان عشان خاطر تقدر تعد محمود وحيد وما يبقاش كمان بعيد عن حساسيه المباراه لان محمود وحيد تقريبا بقاله شهر ما لعبش كوره من ساعه انضمامه للنادي الاهلي وبالتالي انت كانت فرصه ممتازه جدا انك انت تجرب محمود وحيد كانت فرصه ممتازه جدا انك انت تشوف رامي ربيعه في التغييرات في قلب الدفاع لان ايمن اشرف برده اصيب بالاجهاد من كتر ما لعب في مركز الظهير الايسر ومركز قلب الدفاع تحمل كتير جدا وبالتالي انت كان عندك افكار كتير جدا او نجاحات كتيره جدا حتى في اداره الشوط الثاني بعيدا عن الاهداف اللي انت عملتها في الشوط الاول. طيب خلينا نتكلم عن البطوله بشكل عام وعن مجموعه النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقع في المجموعه الرابعه مع سيمبا التنزاني مع فيتا كلاب ومع شبيبه الثوره الجزائري. شايف مين هو الاقرب للصعود لدور الثمانيه مع النادي الاهلي لان طبعا النادي الاهلي هو في صداره المجموعه في 7 نقاط؟ هي المجموعه دي معقده شويه بالنسبه للصراع على المركز الثاني لان احنا عندنا فيتا كلاب عنده 4 بونت، شبيبه الثوره عنده نقطتين، سيمبا التنزاني عنده 3 نقاط، وبالتالي في عندهم صراع في صراع كبير جدا هيبقى موجود ما بين هذه الفرق.
سيمبا التنزاني عنده مباراتين صعبتين، يعني هو طبعا لعب قدام شباب الثوره وقدر ان هو يفوز عليه في الجزائر في العفو في تنزانيا، لكن مباراته قدام الاهلي وفيتا كلاب في تنزانيا ممكن فرصه اكتر ان هو يحصل نقاط. فيتا كلاب لعب مباراتين على ارضه، وبالتالي هو هيخرج مباراتين بره ارضه، فده ممكن يزيد الامر صعوبه شويه. في ظاهره كمان غريبه جدا، عدد الاهداف الكبير 5 أهداف 8 أهداف، بنشوف حاجات غريبه جدا في دور المجموعات. هو ده استثناء مش قاعده، يعني احنا خلينا نبقى نتفق ان ده استثناء مش قاعده، لان على مدار المباريات اللي فاتت او البطولات اللي فاتت على الاقل في السنتين اللي فاتوا دول ما كانش فيه عدد اهداف كبيره جدا، يعني ممكن توصل حتى 4، لكن 5-0 8-0 يعني ما يعني هو الافريقي التونسي ده اللي كان مفاجاه الحقيقه، كان مفاجاه كبيره جدا ان انت تكسب بهذا الكم من الاهداف، خصوصا الاسماعيلي في مباراته قدام قدام مازيمبي في لومومباتشي كان يقدر يكسب، لكن هو طبعا بعض الظروف اللي حصلت هناك وده ضربه الجزاء هي اللي خلت الاسماعيلي يخسر، لكن صحيح. فكره انك انت تخسر ب8 قدام 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 مازيمبي دي كانت نتيجه مذهله جدا. لكن عموما خلينا نقول ان الانديه في افريقيا او في بطوله افريقيا دايما احنا بعتبر، انا عن نفسي بعتبر ان البطوله الافريقيه بتبتدي جديا من دور الثمانية وبشكل جدي بشكل فعلي من دور الأربعة. طيب يعني عايزين... بما انك بتتكلم بس عن البطولة الأفريقية، رأيك إيه في تصريح أن الكونفدرالية الأفريقية هي الأقوى وهي أقوى من دوري أبطال أفريقيا؟ تصريح مضحك، يعني هو يعني ما مش فكرة، هي مش فكرة أن أنا عشان خاطر أنا بشارك في بطولة أن أنا أقدر أقول أن هي أقوى أو هي أضعف، أنا ممكن أقول أنها في نفس المستوى استنادا على إيه؟ برضو عشان خاطر برضو الناس كانت بتتكلم استنادا على قوة الأندية اللي بتلعب ممكن. في يعني ممكن في يعني في فترة ما لما الأهلي كان بيلعب في الكونفدرالية كان كابتن سيد عبد الحفيظ قال إيه؟ أن اللعب في الكونفدرالية يساوي اللعب في دوري أبطال أفريقيا، لأن بسبب أن ممكن كان في الموسم ده خرج أندية كتيرة جدا بشكل مفاجئ من دوري الأبطال لدوري لدوري الكونفدرالية، عشان كده الاتحاد الافريقي غير في النظام بتاع دوري ابطال افريقيا عشان يضمن اكبر كم ممكن من الفرق القويه اللي تفضل موجوده في دوري ابطال افريقيا. كنا زمان بنعمل ايه؟ كنا زمان بنعمل دور ال 32 ودور ال 16 وبعد كده بتبتدي على طول من دور الثمانيه مجموعتين، وبالتالي كان في دور ال 16 كان من الممكن انك انت تلاقي فرق قويه بتقع قدام بعضيها، يعني ممكن تلاقي مثلا مفاجاه كبيره، مثلا تلاقي مثلا فريق وفاق سطيف بيلعب قدام مازيمبي فوفاق سطيف يطلع مازيمبي، وفاق سطيف فريق كبير وممكن نتيجه ماتش او حاجه ممكن يكون فريق غير موفق زي مازيمبي، فبالتالي مازيمبي ينتقل لبطوله الكونفدراليه زي ما حصل مع الاهلي، الاهلي كان بيلعب مثلا وقتها قدام اهلي طرابلس او اتحاد طرابلس فخسر البطوله او خسر او خرج من دور ال 16 وانتقل للكونفدراليه، فبتبقى المباراه هنا في دور ال 16 ممكن تلاقي فرق قويه تقع في مجموعتك، مريخ الهلال السوداني برضو فرق قويه، لكن انت دلوقتي بتحاول تغير النظام عشان خاطر تضمن اكبر كم ممكن من الفرق القويه اللي توصل، لكن فكره ان الكونفدراليه اقوى او البطوله دوري الابطال افريقيا هي الاقوى مش هذه المقياس، انت كده كده بتكسب بطوله، يعني صحيح. انت مش محتاج انك انت تغازل جمهورك، انا عارف حضرتك بتقصدي مين، لكن انت مش محتاج تغازل جمهورك وتقول ان دي البطوله الاقوى ودي البطوله الاضعف، انت المهم حتى لو هي دي بطوله اقل قوه المهم انك انت تفوز بيها، لان ده بيضاف لسجل بطولاتك وده اللي لازم تركز عليه، دايما تركز على اللي في ايدك مش اللي في ايد غيرك. صحيح. طيب نرجع تاني لمجموعتنا، وكنا بنتكلم عن مين من وجهه نظرك ممكن يكون الوصيف في المجموعه دي او صاحب المركز التاني اللي هيتاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا للنسخه الحاليه. موقف فيتا كلاب اتعقد، يعني بعد التعادل مع شباب الثوره خصوصا هو كان متقدم 2-0 موقفه تعقد جدا، مباراته المباراه في الاخر 2-2 فمباراته قدام شباب الثوره في الجزائر اللي هي المباراه القادمه على طول هتبقى هي النقطه المفصليه، لان شباب الثوره لو كسب هيبقى 5 بونت وكمان هيستقبل سيمبا التنزاني بعديها في الجزائر، فممكن شباب الثوره يعمل مفاجاه لو استطاع انه يحقق الفوز على فيتا كلاب في المباراه القادمه، لان طبعا يكسب 5 فيتا كلاب وبعد كده يستقبل سيمبا التنزاني 8 يوصل للرصيد 8 نقاط، اعتقد كده هيبقى قريب جدا 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 من التاهل للدوري دور الثمانية، ولو اني شخصيا فنيا بنتكلم على الكوره بس بغض النظر عن الظروف الثانيه، هي فيتا كلاب طبعا هو اقوى فريق في المجموعه ديت بعد النادي الاهلي. طيب خلينا نروح بقى لدوري المصري الممتاز واللقاء القادم قصاد انفي في الجوله 13 الجوله المؤجله من الدوري الممتاز للنادي الاهلي يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله. شايف اللقاء ده ازاي؟ ولو هنتكلم على انفي شايف في مين عناصر خطوره ممكن النادي الاهلي يعمل لها حساب في الفريق البترولي؟ هي الكره المصريه عموما في الدوري المصري ما فيش فيه بقت عناصر مؤثره قوي، المستويات كلها متقاربه، الافكار دايما بتعتمد دايما على الضغط الشديد جدا في نص ملعبك، بتسيب المنافس اكبر فتره ممكنه او اكبر مساحه ممكنه في نص ملعبه ان هو يتناقل الكره. انا مش شايف ان انبي في عناصر قويه جدا
يقدر الاهلي يخاف منها او يقلق منها دفاعيا، بقدر ما اللي يهمني ان مارتن لاسارتي، وانا اعتقد ان هو هيكون هيعمل ده، ان هو محتاج انه جيرالدو يدخل عشان خاطر يعوض ناحيه السرعه. طبعا انك انت وانت بتلعب مباراه كل 48 ساعه كل 72 ساعه بعد مباراه سيمبا التنزاني، فانك انت تتدخل عناصر جديده زي جيرالدو، عوده طبعا رمضان صبحي هتبقى مؤثره جدا، فممكن انت تحتفظ بحسين الشحات في المباراه ديت على دكه البدلاء برضو تديله جزء من الراحه. طبعا تكتيك كابتن علي ماهر هو قريب جدا من تكتيك حسام البدري اللي كان بيقود الاهلي قبل كده في مواسم سابقه، بيعتمد على 4-2-3-1، تتحول تلقائيا الى 4-5-1 في منطقه او في وسط الملعب بتاعه، تعتمد اكتر على تضييق المساحات، فانت محتاج تكنيك عالي جدا، محتاج انك انت تعمل ال 3-4-3 اللي انت كنت بتستخدمها في مباراه سيمبا التنزاني، انك انت بتخلي قلب الدفاع او الارتكاز الوسط يقع ما بين قلبين الدفاع وتبتدي تعمل ستريتشنج لمساحات الملعب. كان في كمان تعاقد مع مهاجم تنزاني كان بيلعب في فريق سيمبا التنزاني، تقريبا يعني برضو ما اظنش ان في حد من في الدوري المصري او في الفرق عموما، دايما فرق متقاربه جدا في المستوى. بس كمان طبعا انت دلوقتي في المركز ال14 معهوش غير 21 نقطه تقريبا، ملوش غير ماتش بس واحد هو اللي متاجل، هو كان اللي هو هيبقى ماتش الاهلي اللي هو جاي يوم الثلاثاء ان شاء الله. طيب بمناسبه ان احنا بنتكلم بقى عن الدوري المصري الممتاز، في طبعا ازمه كبيره كانت مفتعله في الايام اللي فاتت دي عن مؤجلات النادي الاهلي. سمعنا انديه بتطلع وتقول مش لاعب غير لما الاهلي يلعب مؤجلاته، بتطلع انديه تانية تتحالف معاها برده مش هلعب احنا كمان غير لما الاهلي يلعب مؤجلاته. شفت الازمه دي ازاي؟ هي مفيش ازمه، هو بصراحه مفيش ازمه، هو في نوع من انواع الاصرار على انك انت تبوظ بطوله الدوري. انت عايز تبوظ بطوله الدوري. الانديه اللي بتتكلم ديت، انا مش بتكلم في فكره ان الاهلي المفترض، انا عن نفسي كايمن كشخصيا انا اتمنى ان جدول الدوري يبقى منتظم، اتمنى ان الانديه كلها تلعب بشكل متتالي او بشكل متوالي، لكن الناس اللي بتتكلم في هذا الموضوع ما درسوش، احنا لما درسنا في كره القدم ازاي انك انت تعمل قرعه في لجنه المسابقات، ازاي انت بتعمل قرعه، القرعه ديت بتستمر، او انك انت لما انت بتستلم فريق، الفريق ده يفضل يمشي وراك او يفضل يمشي على بقيه الفرق الدوري. يعني مثلا احنا بنتكلم على واحد ورقم 16 الاهلي خد واخد رقم واحد، وانبي مثلا واخد رقم 16، انت بتاخد انبي الاول وبعد كده انبي بيبتدي ينزل على بقيه الفرق من 2 لغايه 15 على مدار المسابقه. فانت لما بتاجل له ماتش بتحتاج انك انت ما تخلش بنظام المسابقه ككل، محتاج انك انت توجد له وقت فاضي زي اللي حصل دلوقتي، ان الاهلي يلعب مع انبي يوم مثلا الثلاث وبعد كده بيلعب في الاسبوع الطبيعي جدا بتاعه. لكن انا مش هينفع ان انا العب مثلا انبي يوم الجمعه وبعد كده ارحل ماتش حرس الحدود لماتش تاني، لان حرس الحدود هنا ما لعبش وبالتالي تاجل له ماتش بدون لازمه. يعني انا دلوقتي كده بلعب انبي بدل حرس الحدود، طب ما حرس الحدود عنده مباراه وهكذا. فالمفترض انك انت بتعمل ايه، انت لو انت كلجنه المسابقات قررت انك انت تعمل هذا النظام وكنت بتعمله من زمان، على فكره ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. يعني فكره انك انت تعمل المؤجلات بنفس الترتيب بتاع ده مش موجود حتى في الدوري الانجليزي. يعني الناس لو بتيجي تتكلم او اللي هي بتقول مثلا في الدوري الاسباني او في الدوري الانجليزي، لا على فكره المؤجلات مش بتقام بنفس التاجيل بنفس ترتيبها، بل بالعكس احنا مثلا في البوكسنج دايز الجولات اللي بتبقى موجوده في انجلترا عشان خاطر فتره الاجازات بتحاول قدر الامكان ما يبقاش فيه تنقلات كتيره جدا ما بين اللعيبه نظرا لضغط المباريات. في المقابل كمان احنا لما بنيجي نتكلم على المنافسين، لو بنتكلم على المنافسين فاحنا نتكلم مثلا الاهلي لاعب اول وتاني اسبوع كان بيلعب النادي الاسماعيلي والنادي المصري اللي هما تاني وتالت الدوري الموسم الماضي. فانت لعبت فريق قويه بالفعل، لعبت فرق استطاعت ان هي تكسب بيراميدز على سبيل المثال زي الاسماعيلي، ولعبت فرق زي النجوم اللي استطاعت انها تفوز على الزمالك، فانت بالتالي انت لعبت فرق متوسطه وقويه. وكمان الفرق مفيش ماتشات متاجله كتير، انت ما عندكش الا مباراه انبي هي اللي مؤجله وانت هتلعبها. وفي المقابل ان ماتش مثلا ماتش زي الزمالك ما تلعبش لغايه دلوقتي مع الاسماعيلي. صحيح. كمان انا مش عايز اظلم الاستاذ عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، لان احنا كلنا عارفين ان في سببين تانيين مهمين جدا. اول سبب الطيران في افريقيا، ان الاسماعيلي مثلا كان على سبيل المثال والاهلي كمان كان بيواجه هذه المشكله او بيواجه هذه المشكله حاليا في فكره حجز الطيران لتنزانيا عشان خاطر لقاء سيمبا اللي هو الثلاثة اللي بعد الجاي، وكان بيقال ان في كلام ممكن يتم تاجيل لقاء حرس الحدود، ده نفس الازمه اللي حصلت ما بين الاسماعيلي والمقاولين. دي نقطه. النقطه الثانيه ان كمان قرارات الامن، يعني انا دلوقتي جالي قراري امني ان انا ما ينفعش ان انا العب الاهلي والزمالك دلوقتي. صحيح. فانا هعمله ايه؟ ذنبه ايه؟ يعني انا دلوقتي انا مش، وخصوصا ان الدوري انا متفاهم وجهه نظر المنافسين ان انا عايز استغل المنافس بتاعي في اضعف حالاته، لكن على سبيل المثال مثلا في موسم تتويج الزمالك بالدوري والكاس
في من حوالي 4 سنين لما لعب المباراه النهائيه او مباراه الختام كانت قدام مباراه وادي دجله كانت في الاسبوع ال 24. يعني انت كنت بتلعب مباراه من الاسبوع ال 24 في الاسبوع 38. صحيح. فانت احيانا بتواجه بعقبات انت غصب عنك فيها. اكيد. مفيش مشكله انك انت لو انت عايز تطبق هذا النظام من الموسم القادم مفيش مشكله بشرط موافقه الامن. طيب شايف ازاي تصريحات كابتن حازم امام اللي طلع وقال ان يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله هيكون في اجتماع للانديه او رؤساء الانديه ال 18 اللي بيلعبوا في الدوري الممتاز ويتم التصويت ايه اللي هيحصل في الازمه دي؟ هو السؤال الاهم فين ال 15 نادي التانيين؟ يعني احنا الخناقه الكبيره اللي ما بين الاهلي وما بين الزمالك وما بين بيراميدز. خلينا بس واضحين ان الاهلي ما عندوش خناقه. لا الاهلي جاي له يوم 16 اللي فات جدول لمسابقات الدوري او جدول المباريات القادمه ليه وهو قال انا هلتزم بهذا الجدول خلاص. يعني هو ده الجدول اللي فيه ومش هيحقق اي حاجه. انا فاهم. هي خناقه. هي خلينا برضو نقول ان هي خناقه او هي اصرار او هي معركه. احنا دلوقتي بنقول ان الاهلي وبعدين هي برضو توقيتها غريب جدا يعني مع استعادة النادي الأهلي للانتصارات والطبيعي لمستوى الطبيعي بتاعه ابتدت الأندية الأخرى يعني تفتعل أزمات. ما هي تصدير أزمات. هي محاولة تصدير أزمات لكل واحد بيحاول يضغط نفسيا على الطرف الآخر. صحيح. بالضبط كده. أنا بتكلم على هي فكرة ممتازة جدا أن حازم إمام أو كابتن حازم إمام يقول أن الأندية تقعد تصوت. بس هتصوت على إيه؟ لمصلحة مين؟ ما هي دي النقطة. هي الفكرة في ايه؟ ان انا دلوقتي لما اجي اعمل دوري رابطة المحترفين اللي انا الواحد بينادي فيه من 2014 وبنقول يا جماعة لازم يبقى في دوري رابطة المحترفين او الدوري بتاعك دوت لازم يكون في عندك ممثل من كل نادي بيديروا منظومة معينة او بيديروا النظام بكامل مسابقاته وكامل لجانه ما عدا مسابقة كأس مصر وتعين رئيس لجنة مسابقات وتعين كل حاجة عشان خاطر يكون كل الامور بدون ما يكون فيها اي نوع من انواع التحيز لاي نادي على حساب اخر. لكن انت هتصوت ازاي؟ يعني انا دلوقتي انا كاهلي هو برضو مش منطقي التصويت ده دلوقتي. فعلا في ازمه ما بين 3 انديه. لو احنا جبنا 18 رئيس او 18 مسؤول عن كل نادي هيكون التصويت بناء على ايه؟ هل هيكون في مجاملات؟ هل هيكون مثلا في تصويت مقابل شويه تدعيمات؟ هو بس انا دلوقتي مثلا نادي النجوم مع احترامي ليه او نادي بتروجيت مع احترامي ليه هيجي يصوت على لقاء الاهلي وبيراميدز او اللقاء الاهلي والزمالك بناء على ايه؟ هو مش طرف. يعني ايه السبب؟ يعني انا مش فاهم الاجتماع بال 18 نادي ده بناء على ايه؟ ده غير طبعا ان كمان موقف النادي الاهلي واضح وصريح ونهائي. احنا خلاص احنا جالنا جدول يوم 16 اللي فات الموضوع انتهى خلاص. هنا بقى لازم احيي راي مجلس اداره النادي الاهلي ان هو استبق البيان ده قبل اجتماع اتحاد الكوره اللي اقيم يوم السبت الماضي ببيان كان سريع وقوي وحاسم جدا. انا ما عنديش مشكله خالص في المواعيد. هستمر على الجدول اللي تم اخباري بيه واللي انا لعبت بيه بالفعل عده مباريات. حضرتك عايز تاجل اي مباراه ثانيه اجلها براحتك. لكن انا في الميعاد ده مش هلعب مباراه ثانيه لحد مارس لغايه مارس. صحيح. فطبعا انت لو انت بقى مثلا الناس بقى برضو اللي بتتكلم في فكره ان احنا نرحل بيراميدز بعد لقاء الزمالك. بيراميدز ايه علاقته؟ بيراميدز هو شايف ان هو بينافس. لا بس بيراميدز لا هو عنده بطولات يعني عربيه. لا شارك في عربيه ولا في بطوله افريقيه ولا اي حاجه. لا هي الفكره مش في كده. هو بيراميدز بيقول ان انا الاهلي بيلعب هيلعب مباراته الثانيه امامي قبل ما يلعب قدام الزمالك. فهو بيراميدز معتبر نفسه منافس على بطوله الدوري. لكن خلينا نتكلم بالارقام ان الزمالك دلوقتي فارق عن بيراميدز عده نقاط والزمالك لعب 3 مباريات اقل من نادي بيراميدز وبالتالي في فرق جاب كبير جدا. الخناقه الحقيقيه او المعركه الحقيقيه على الصداره هي معركه الاهلي والزمالك مش معركه بيراميدز خالص. صحيح. استاذ ايمن محمد المحلل الرياضي في موقع يلا كوره نورتنا النهارده اكيد في الكلام في الميديا وفي قناه النادي الاهلي. شكر جدا يا شيماء على الاستضافه الكريمه. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده في كلام في الميديا. اشوفكم بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.